بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم سمعنا بشارة القديس متى عن شفاء أعميين وأخرس، وبيكمل القديس متى بيقول في نهاية المقطع الذي سمعناه: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. هذا الأمر شفناه على مدى الأسابيع السابقة بالمقاطع التي سمعناها، وقت اللي رب شفى المجنونين اللذان كانا يسكنان في القبور والمفلوج، واليوم الأعميان والأخرس. ولكن مع حوادث الشفاء شفنا ردود فعل متناقضة من الناس ومن الكتبة والفريسيين. وقت اللي رب شفى المجنونين رأى سكان الجدريين هذه المعجزة، يعني الدليل كان قدامهم، مع ذلك طلبوا إلى الرب أن يبتعد عن ديارهم. والمفلوج لما غفر الرب خطاياه قال الكتبة في أنفسهم إنه يجدف. واليوم لما رأى الفريسيون عودة البصر إلى الأعميين وعودة النطق إلى الأخرس قالوا عن يسوع إنه رئيس الشياطين. فتخيلوا الإنسان اللي بيشوف عمل الله قدامه كيف بيتعامى وبينكر. الناس الذين جاء إليهم يسوع ليشفيهم من المرض ويحررهم من سلطة إبليس حتى تعود لهم إنسانيتهم ليرجعوا بشر، بيتهموا الرب بأنه عدو الخير. شو السبب اللي بيخلي الناس مثل هدول، بالأخص الفريسيين اللي بيعرفوا الكتاب، أنه ياخدوا مثل هالموقف من السيد المسيح؟ الجواب ببساطة هو انعدام المحبة لله أولاً، وبالتالي عدم الإيمان أنه هن صح ماشيين حسب الشريعة وبيقولوا أنه هن منتظمين بالإيمان، ولكن هن حقيقة منن مؤمنين. ومشان هيك يأخذهم الحسد أنه يسوع هلأ بده يصير يستقطب الجمهور، فبيصيروا هن ضد يسوع وضد الله. لو عندهم محبة لله كانوا بيفرحوا لما بيسمعوا كلمة الله مين ما كان عم بيحكي فيها، ولو كان عندهم محبة الله كانوا بيفرحوا لما بيشوفوا أعمال الله. بيقول الإنجيل يوحنا أن الرب قد أتى إلى خاصته ولكن خاصته لم تقبله، بس بيقول إن الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ليش؟ لأنه بيقول الذين قبلوه هم الذين آمنوا باسمه، وبالتالي هدول صاروا مولودين من الله. وشفنا بالحوادث السابقة واليوم الأعميان يناديان ارحمنا يا ابن داود. هذه العبارة ارحمنا يا ابن داود، ابن داود عبارة خاصة بالمسيح. اللي بيعرف الكتاب المقدس بيعرف انه هني لما بينادوا يسوع انه ابن داود بيكونوا عم بيعترفوا في انه هو المسيح، يعني بالتالي منا منتظرين مسيح اخر، هذا هو المسيح. من هيك هني اعلنوا قدام الناس، والرب قدام الناس سألهم: هل تؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ بيجاوبوا نعم يا رب. وهون الرب لمس أعينهما، بس بيقلن عبارة كتير مهمة: ليكن لكما بحسب إيمانكما. يعني بتشفوا إذا كنتوا مؤمنين أنه أنتوا حتشفوا. لو كان إيمانهما ضعيفا أو معدوما كان أكيد ما رجع لنا البصر وما كانوا تعافوا، ولكن بسبب إيمانهما انفتحت أعينهما.
وكمان اللي قدموا الأخرس للرب قدموه أيضا بإيمان مثل ما رفقاء المفلوج قدموه إلى الرب بإيمان. هون نحن عم نشوف أهمية الإيمان في حياة الناس، والرب بيقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين به تنالونه. لهيك إيماننا لازم يكون قوي إلى درجة اليقين التام، تماما مثل ما قلت الواحد بيحط كباية مي بالبراد بيكون متيقن إنه بدها تسقع، وقت اللي بيحطها بالتلاجة بيكون متيقن إنه بدها تجمد وتصير تلج، مثل ما المزارع لما بيحط الحبة بالأرض بيكون متيقن إنه بدها تطلع النبتة وبدها تعطي ثمار. هل قد بده يكون الإيمان يقين ثابت بالرب؟ والرب كمان بيقول إنه كان يشفي كل مرض وكل ضعف بالشعب. ضعف شو؟ ضعف بصر، ضعف جسد، لا ضعف إيمان. كان يشفي ضعف الإيمان في الشعب. مشان هيك يسوع جاء ليشفي الأمراض الروحية والجسدية، واللي عندهم ضعف بالإيمان أن يقوي إيمانهم. من هيك سمعنا بولس الرسول برسالة اليوم إلى أهل رومي بيقول علينا نحن الأقوياء أن نحتمل وهن الضعفاء. نحن قوية بشو وناس ضعاف بشو؟ بالإيمان. القوي في الإيمان بده يصلي من أجل الضعيف في الإيمان، لأنه سر قوة الكنيسة هو الإيمان. وقت اللي بيضعف الإيمان في الناس في الجماعة بتضعف الكنيسة. من هيك علينا أن نشدد بعضنا بعضا بالإيمان ونساعد الضعفاء من بيننا. نتذكر نحن حادثة إنه الرسل قالوا للمسيح يا رب زد إيماننا. وأمتين قالوا هذا الكلام؟ قالوا لما قال لهم أنه لازم تغفروا لبعضكم البعض. واحد قال له أنه إذا واحد أخطأ إلي 7 مرات ضل بسامحه، قال له 70 مرة 7 مرات. بعدها لأنه هذا الأمر صعب أن الواحد يحب أعدائه ويسامح اللي بيسيئوا لإله، أمر صعب جدا على الطبيعة البشرية، فبيقولوا له زد إيماننا، لأنه نحن بدون الإيمان ما منقدر نطبق الوصايا. إذا الإنسان حتى يزيد إيمانه بده يطلب من الرب، ولما بده يطلب من الرب بده يكون بيعرف الرب. لهيك أهم وأول وسيلة لتقوية الإيمان هي أنه الإنسان يقرأ الإنجيل، وقبل ما يقرأ الإنجيل بده يصلي حتى الله يفتح عقله وقلبه ليفهم الكلام اللي عم بيسمعه. يعني بده يتخذ وضعية الإنسان المتواضع المصغي، مثل ما مريم جلست عند قدمي يسوع تسمع كلامه. مش بده يقرأ الكتاب بفوقية ليشوف أنه اللي كتبه بيفهموا شو عم بيكتبوا أو ما بيفهموا شو عم بيكتبوا. إذا هو بده يعمل قاضي على الكتاب ما يقرأ الكتاب، لأنه مش هيفهم منه شيء. بده يقريه بتواضع مثل ما جلست مريم عند قدمي يسوع تسمع كلامه. بده يقرأ ويسمع شو عم بيقول الرب، وبده يحفر كلام الرب بذهنه وبقلبه. لهيك بده يصلي حتى ربنا يفتح له عقله وقلبه قبل ما يقرأ. وبس يقرأ بهذه الوضعية أنه يا رب علمني، يا رب فهمني، نورني، عندئذ يفهم ويأخذ زادا حسب ما يحتاج. طبعا إذا كان السائق رضيع بياخد بس حليب، بعدين بس يزيد بالإيمان بيصير ياخد زوادي أكبر. وقت اللي منقرأ بتزيد محبتنا للرب، وبيزيد استعدادنا للعمل بوصايا الرب، وساعتها نحن نبقى
دائما قدام هذا المفترق، يا اما نسقط او بتكون محبه الله كثير كبيره عنا، منطبق وصاياه ونعبر عن التجربه. وقتها ساعتها بتصير صلاتنا هي شكر وتسبيح لله، لانه احبنا واعطانا موهبه الايمان. كلام بولس الرسول بيعيدنا للشيء اللي قلناه قبل، انه نحن مسؤولين عن بعضنا البعض بسبب المحبة الأخوية. يعني ما حدا منا لما بيصلي من أجل خلاص نفسه انه ما بيهمه الآخرين، لا، نحن نودع ذواتنا وبعضنا بعضا المسيح الإله. المحبة بتفترض انه أنا ما أطلب خلاص نفسي وما بيهمني الآخرين إذا ما بيخلصوا. المحبة بتفترض أنه أنا بدي أطلب خلاصهم مثل ما بطلب الخلاص لنفسي. وقت اللي نحن بدنا نشجع بعضنا البعض على محبة الرب والإيمان وعلى الصلاة وعلى عمل الخير، ساعتها ربنا بيشوف عملنا وبيشوف محبتنا وبيعطينا. لأنه لما نحن منكون متعاضدين منكون نحن عم نفرجي أنه نحن جسد واحد في المسيح، وساعتها روح المسيح التي تسري في الجسد تسري فينا وتحيينا. هيك منصير أحياء بدل أن نبقى في الموت. آمين.